اهلا بحضراتكم ولكم التحيه. النهارده هنكلم حضراتكم عن ايه او مين ضفنا في الجزء الثاني بعد الفاصل من الحلقه. النهارده هيشرفني دكتور وسيم السيسي. من يحكم العالم الان؟ وبعد فشل مشروع الاسلام السياسي في مصر، هل بيتم تجهيز مشروع جديد ضد مصر؟ وإيه هو المخزون الحضاري للشعب المصري؟ أسئلة كتير، حوار بتمنى إن احنا نستفيد منه ويكون مفيد بالنسبة لي حضراتكم مع دكتور وسيم السيسي بعد الفاصل. بس النهاردة إيه اللي حصل؟ النهاردة في خبر، والخبر ده تصريح رسمي من محافظ شمال سيناء. أعلن النهاردة عن إن الحكومة المصرية بتقوم بإنشاء منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية. إيه تفاصيل هذا الخبر؟ ومحتاجين يعني نبقى شايفين، لأنه ده رد رسمي على مسألة إنه إنشاء منطقة لوجستية في رفح من الجانب المصري لتنظيم دخول المساعدات. دكتور نصر سالم، مساء الخير يا فندم. اهلا يا فندم، مساء النور. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك فندم. دكتور نصر، ايه انشاء منطقه لوجستيه؟ محتاجين نعرف من حضرتك اهميه هذه المنطقه اللوجستيه ليه وليه دلوقتي. ليه دلوقتي؟ شوف حضرتك، احنا بقى لنا دلوقتي داخلين في الشهر الخامس اهو، والمساعدات دي واقفه بتنزل في مطار العريش اللي جاي من بره، او في ميناء العريش، او اللي جاي من مصر. بيننا وبين رفح هناك يعني حوالي اكتر من 50 كيلو. تمام. فدول انا لو هقعد باستمرار العربيات والناس والافراد والسواقين والاداريين اللي موجودين سايبينهم في الطل، طبعا مش ممكن. فاللي بيتعمل دلوقتي منطقة لوجستية تليق بالبني ادمين اللي دول انهم يعني يرتاحوا فيها، تبقى استراحه ليهم، تقويهم، المساعدات تبقى ليها اماكن تتحط فيها عشان عوامل التعريه، وخاصه احنا داخلين على منطقه الخمسين، ربنا يحلها قبل ما نوصل للتوقيت ده. فاذا الظروف الجويه لا محتاجه، يعني احنا صبرنا كتير على ان الموضوع ينتهي، اكتر من كده عشان الموضوع لما يطول كان لازم يبقى في منطقة اللوجستية دي لإيواء المساعدات نفسها، الحفاظ عليها عشان ما تتلفش، الناس اللي هم سهرانين عليها واللي قاعدين فيها، يعني يبقى في مكان آدمي يقويهم بحيث ان هم يتحملوا. انا عندي شوفي عشرات المئات او الاف العربيات اللي موجودة وبسوقينها بلطقهم اللي فيها، والناس دي كانوا متحملين كل ده الفترة اللي فاتت. فاحنا يعني حقهم ان احنا نعمل لهم مكان مريح يقويهم، ويبقى انه نشيل المساعدات حتى ما تتلفش، لان المسافة طويلة على ما يجي من المطار او من ميناء العريش بالظبط. دي افضل منطقة يعني. ايوه، ده كمان يمكن يسهل شويه عمل الهلال الاحمر المصري في دخول المساعدات، اعتقد كده يا دكتور. مفيش طبعا، ما هو الهلال الاحمر هو اللي بيدخل الحاجه وهو اللي بيعمل عليها، فده منطقه لوجستيه خاصه بالهلال الاحمر وخاصه بكل الناس اللي هم بيشتغلوا في نقل المساعدات دي. ايوه، يعني ده للتيسير واستقبال المساعدات لصالح غزه وتخفيف الأعباء أيضا والتكدس الموجود في العريش، والمحافظة عليها من عوامل الجوية، المطر، رياح. تمام، كل الكلام ده بنحافظ على الحاجة عشان توصل سليمة إن شاء الله. طيب، على الجانب الآخر بقى، وده موضوع تاني بعد إذن حضرتك دكتور نصر، شايف إزاي تهديد جديد من وزير دفاع إسرائيل بشأن قصف غزة ورفح الفلسطينيين؟ والله انت عارف حضرتك بقى، عملية عض الأصابع وفي المرحلة الأخيرة بقى، يعني نوع من الضغط النفسي على صالح المفاوضات. يعني حماس متشددة، وهي من وجهة نظرها انها على حق، ان لا مفيش حاجة اسمها انك انت تاخد الرهائن بتوعك وتاخد اللي انت عايزه النهاردة وتاني يوم ترجع تضرب في غزة او تكمل كل الاعمال اللا انسانية اللي انت بتعملها. يعني من حقهم انهم يطمنوا ان هينهوا هذا العمل اللا انساني. مين اللي من حقهم يطمنوا؟
بالظبط كده. مين مين مين؟ الفلسطينيين. فلسطينيين تمام. ايوه طبعا. ايوه ايوه. اسرائيل عماله تضغط لاخر مدى بحيث ان هي تاخد ايه يعني اقصى مكاسب، انها بدل ما الواحد الفلسطيني ياخد قصاده كذا اسير، لا يبقى الحد الادنى ما فيش مثلا الناس اللي هم واخدين احكام كبيره، القيادات اللي حماس عايزه تخرجها. أي. في كل الشروط دي يعني في دلوقتي اطراف اللي بتحاول في مفاوضات التسوية. نعم. في دلوقتي هو عملية ضغط، وإسرائيل عودتنا على كده. أيوة. ضغط النول 100 متر الأخيرة. أيوة. إنه يضغط بقدر ما يستطيع لكي يحصل على أقصى مكاسب. وده أيوة. أسلوب كيسنجر اللي نشروا اللي هم بيتبنوه وبيشتغلوا بيه، اضغط على قد ما تقدر عشان تاخد أقصى مكاسب. تمام. لكن في النهاية مش هيتم إلا اللي يحقق لمصلحة الطرفين، مش لمصلحة طرف واحد. طيب يعني كل الأطراف دلوقتي دكتور نصر بتضغط، سواء الجانب الفلسطيني أو تحديدا خليني أبقى محددة من جانب حماس وأيضا من الجانب الإسرائيلي. تمام. الطرفين بيضغطوا من أجل كسب مزيد من المزايا في المفاوضات. تمام. دي ضغوط للمفاوضات. ده تمام. ما هي اي مفاوضات كل واحد بيحط اعلى طلب، اعلى سعر، عايز يقدم اقل حاجه يقدمها هو. أيوة. ده شيء طبيعي، وزي ما بقول ده اسلوب كيسنجر في التفاوض اللي هم بيتبنوه تماما الجانب الاسرائيلي بالذات. تمام. يعني كان الفلسطينيين بعد كل المجازر والاباده اللي تعرضوا ليها بيطلبوا حقهم في الحياه. أيوة. فده يعني المفروض المجتمع الدولي معاهم. أيوة. لا، اسرائيل عايزه تاخد الرهائن والأسرة وتاني يوم تضرب تاني في الاهالي، ولا ترجع حد ولا تقدم اي تنازلات، يعني ضغط. وبعدين هم احسن ناس يتبادلوا الادوار في الجانب الاسرائيلي بالصراحة. طبعا طبعا. دي واحد بيضغط على الاخر، ولما يجي لا يروح واحد تاني ظاهر ان ايه، لا ده انا ممكن اقدم. هم بارعين في استخدام الكروت. بالضبط كده. نعم. فهي نعم. ضغط ده 100 متر الاخيره قبل ما يصلوا الى اتفاق. طيب دول هيفضلوا يضغطوا ودول هيفضلوا يضغطوا، الى متى الضغوط وامتى هيوصلوا الحل في تقديرك؟ لحد يعني هو المفروض دلوقتي الجانب الامريكي ابتدى يظهر نوع من ال يعني نقول الإيجابية في مواجهة إسرائيل. هي. إن ممكن يعترف بدولة فلسطينية، ده نوع من الضغط. نعم. إن هو بيحدد توقيت معين. هي. وإن كان كل الكلام ده أنا شخصيا معرفتي بالحكومة أو بالجانب الأمريكي لا أعول عليه على الإطلاق. بالظبط. يعني أول ما إسرائيل هتكسب هيروح مصافحه ويقول له تمام جود لك، أنت كده عملت صح، معلش أنا آسف، ده أنا اللي قلت لك اعمل كده كمان. بالظبط. أي. انما دلوقتي في اللي يعني عايز يبين ان هو ماسك العصايه من النص. آه. انا بضغط على اسرائيل وبضغط على الحماس، كل الكلام ده في النهايه لصالح اسرائيل لا لصالح الجانب الفلسطيني على الاطلاق. أيوة. وهو في النهايه حتى لو حل القضيه بحل الدولتين، فهو هم نفسهم من الامريكان بيقولوا ده لصالح القضيه، لصالح الاسرائيليين، ده حقيقي على أيوة. المدى البعيد. أيوة. انت لحد امتى هتقعد تزرع نقول فدائيين، تزرع ناس مش أبلاك في المنطقة؟ ما هي الفدائيين أو المقاومة اللي عملت اللي عملتهم 7 أكتوبر اللي فات دي، اللي هي البذور في الشهداء اللي زرعتهم إسرائيل في الرصاص المصبوب في 2008 و2009 وفي الجرف الصامد في 2014 وقفليها في عمود الغيم في 2012. أي. الشهداء اللي جزت رقبتهم واتدفنوا تحت التراب الفلسطيني وأنبت. نعم. هذه المقاومة التي لا تلين لها قناة، فهم اللي اللي شايف المشهد من بعيد. أي. عايز ينهي هذه الحالة النفسية، لأن أي. مهما إسرائيل قويت، طب ما إسرائيل في يوم من الأيام ما كانوا بيشتكوا الألمان عملوهم إيه وحطوهم في الأفران وقعدوا سرخوا يعني كل حاجة اتعملت فيهم، دلوقتي بقى هم الفراعنة، هم البطش والجبروت كله. أي. وما بيبصوش وراهم خالص. أي. فاللي شايف الصورة من بعيد عايز ينهيها بإن يعني حالة خلاص بقى ننهي الصراع ده، دولة منزوعة السلاح على حدود 67
بس ترجع بقى الفلسطينيين يعيشوا. أيوة. حماس ما انتش عايزها مقاتل، خليها أيوة. حزب سياسي، لكن أيوة. ما تقدرش انت تيجي بجرة قلم عايز تلغي كفاح شعوب على على مدى العمر ده كله أيوة. وعايز تاخد كل حاجة وتقول ما فيش دولة فلسطينية، ده كلام لا يليق ولا حد يقبله على الإطلاق. هل هتستمر الضغوط من الجانبين لفترة طويلة؟ لازم هيجي في النهاية، ما ده ميزة بقى الطرف الوسيط أيوة. بذكائه وبحكمته نعم. اللي يقدر يقرب المفاهيم شوية أيوة. ولازم كل واحد يتنام، هي طالت الحرب وقصرت، لازم في النهاية نقعد نتفاوض، لازم أيوة. نقعد القعدة دي أيوة. لو قعدوها من دلوقتي ونشوف بقى إسرائيل هتتحمل الشارع الإسرائيلي لحد إمتى نعم. يعني أنا لا أعول على الأمريكان ولا ضغوطهم نعم. ولا أعول على حد من مش عارف منين أقول أيوة. يعملوا أي حاجة كده يمدوا إيدهم معانا إنما هو الشارع الإسرائيلي فقط، وده اللي إسرائيل ورئيس الوزراء وحكومة الحرب عاملة له حساب، غير كده ولا حد معبر ولا حد لا نقول لا مجتمع دولي ولا تدخل ولايات متحدة ولا احنا ولا حد ضاغط. يعني انا فهمت رب العالمين يعني هتوصل والعملية قربت، مدام زادت الضغوط قوي كده يبقى قربت. انا كده فهمت من حضرتك انه حرق الوقت مش في مصلحة الطرفين، لانه حرق الوقت معناه الغضب يزداد اشتعالا في الداخل الإسرائيلي، وحرق الوقت معناه نقدر نقول ايه يعني ضحايا وشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني. بالضبط كده، فلازم كل واحد لازم يتنازل شوية عشان يوصلوا لكلمة سواء تنهي هذه المجزرة وهذه العملية من الإبادة الممنهجة اللي إسرائيل مصرة على أنها تكملها. بشكرك دكتور نصر سالم، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. طيب حق مريم راجع، ده هاشتاك على السوشيال ميديا قلب الدنيا من امبارح، اطلقوا اصدقاء واقارب مريم ضحية حادث القتل في سويسرا. دفنت مريم النهاردة في محافظة الدقهلية. ومين اللي قتل مريم؟ ايه مصير اطفالها؟ خليني ارحب باحمد مجدي اخو مريم الله يرحمها. مساء الخير يا احمد. مساء الخير استاذ عزه. البقاء لله استاذ احمد، البقاء لله. البقاء والدوام لله. ايه الجديد عند مريم في قضيه مريم الله يرحمها؟ مين اللي قتلها وايه مصير ولادها؟ مصير ولادها، هو ده الاهم، وهو ده اللي احنا محتاجين نتكلم عليه ومحتاجين كل الاجماع يدعمنا فيه، ان احنا ازاي نرجع بناتها في اسرع وقت. بناتها ما زالوا في سويسرا. بناتها بدون عيلة دلوقتي، لأنه بموجب القانون السويسري في حالة إدانة الأب غير مسموح لعيلة الأب باستضافة الأطفال، وده معناه إن البنات يا إما يروحوا دار رعاية أو يكونوا منتظرين في طابور التبني، وطبعا ده قمة الظلم للأطفال. عمرهم قد إيه يا أحمد؟ 7 سنين وخمس سنين. يا ساتر. فاطمة 7 وخديجة 5. الأطفال عاشوا عمرهم هنا، الأطفال اتولدوا هنا، دخلوا المدرسة هنا، عاشوا العمر الأكبر هنا في مصر، هي بس 8 شهور تقريبا. يعني الولاد ولاد مريم دلوقتي يا إما يتحطوا طبقا للقانون السويسري يا إما يتحطوا في ملجأ، مش كده احمد سمعني كويس؟ يا اما يتحطوا في ملجأ يا اما حد يتبناهم، حد يتبناهم، لانه من مش مسموح ليهم العوده لعيله الاب مره تانية، لعيله الاب اللي هي عيله الاب اللي موجوده في سويسرا، مش من حقهم ان هم يستقبلوهم بموجب القانون. بموجب القانون تمام. فيا اما يروحوا لاهل الضحيه اللي هي مريم يرجعوا لنا، يا اما يرجعوا لكم. ده في حالة ان احنا مش حابين استضافة الاطفال او حضانة الاطفال، تمام، بناء عليه يروحوا ملجأ او دار رعاية بالمعنى او حد يتبناهم او حد يتبناهم. طيب وفي الحالة دي انتوا كأسرة مريم الله يرحمها انتوا اللي هتاخدوا القرار. احنا بنحاول في كل الاتجاهات ان احنا اي حد مننا يسافر
اي حد مننا يقدر يشتغل على القانون ويرجع البنات في اسرع وقت، لانه بطبيعه الحال نزل اعلان هناك في سويسرا من يومين انه الاطفال دي بدون عيله. أيوة. بدون عائله دلوقتي، فاحنا محتاجين الكل يساعدنا، حد منكم يسافر علشان بالزبط. يقرر. طيب انتوا اتكلمتوا مع بعض رغم انه الوقت حرج الحقيقه، يعني قررتوا انه الولاد البنات يرجعوا لكم ولا هتدوهم لحد لا 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 بكل تاكيد بكل تاكيد البنات يرجعوا لنا بكل تاكيد، ده اللي انتوا طالبينه طبعا، ومحتاجين حد يساعدكم في ده طبقا بالزبط. للقانون السويسري بالظبط. طيب يعني انتوا لما حد فيكم هيسافر هناك مش هيمنعوا ان هم يرجعوا معاكم؟ اه هيكون في اجراءات روتينيه بس. اه تمام. منها سؤال جده الاطفال اللي هي امي او اخويا او اللي هيسافر مننا. ايوه. هل انتوا موافقين على استضافه الاطفال؟ تمام. لو قلنا موافقين فخلاص بناخد الاطفال. هيخلصوا الورق. طب هم الاطفال عايشين مع مين دلوقتي يا حبيبي؟ حاليا في مركز حمايه الاطفال. هناك في مركز حمايه الاطفال. ايوه. وانتوا ما تعرفوش عنهم اي حاجه؟ لا اكتر من ايميل بس جالنا انه الاولاد موجودين في مركز الرعايه ده او حمايه الاطفال، وده أيوة. قمه الظلم للاطفال يعني، بناء على خطا جسيم من الاب. هو مش خطا، هي جريمه كامله الاركان، ولكن مين اللي قتل مين اللي قتل مريم؟ وليد جوزها. وليد. انت متاكد من ده؟ مليون في الميه. مليون في الميه. ليه 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 متاكد مليون في الميه؟ لانه في البدايه هرب البنات السنه اللي فاتت، وكان قراره وكل كلامه لمريم انه احنا بدونك افضل، احنا مش عايزينك. ده كان بعد على النقاب، ومن هنا كانت البدايه او المشكله. لا صوتك بيقطع يا احمد، معلش ركز معايا. ليه ايه الدليل انه هو اللي قتلها؟ الدليل انه من خلال كلامه معاها على مدار السنه اللي فاتت انه هم كعيله من غير مريم افضل. وانه بعد خلع النقاب مريم ما بقتش ام تصلح انها تكون ام لبناته، وانها مش مناسبه عشان خلعت النقاب. بالظبط. هو متطرف متشدد، اصبح متطرف، اصبح كان متشدد، ولكن عنده نوع من التوازن، مع الوقت اصبح متطرف. متطرف لدرجه انه مش مسموح لها انها تتكلم مع اي راجل باي شكل لاي سبب، سوبر ماركت، دكتور، اي حاجه، اي حاجه لاي سبب، لاي سبب ما يعني. ممنوع تتحدث مع الرجال باي شكل، منعا باي سبب، منعا باتا، باي شكل، باي سبب. طب هل هذه التركيبة المتشددة أو المتطرف ممكن يقتل مريم مراته أم بناته؟ بكل تأكيد، بكل بعد تأكيد. الأحكام القضائية هناك الملزمة لي واللي واجب عليه تنفيذها، هو الوحيد المستفيد من التخلص من مريم، لأن مريم ما تعرفش حد في سويسرا. مريم ملهاش لا أعداء ولا أصدقاء في سويسرا غير واحدة صديقتها بس، وتبعد عنها مدينة كاملة 4 ساعات في جنيف مش في زيورخ. بسؤاله وقت غياب مريم راوغ اهلها، راوغ الشرطه في اجاباتها. هو محبوس ولا سابوه؟ هو حاليا قيد رهن الاحتجاز، والبوليس السويسري ما يجرؤش ان هو يقبض على اي مواطن، لان دي فيها مساءله للقانون. ايوه. طب انتوا وكلتوا محامي هناك يا احمد؟ موجوده المحاميه بتاعت مريم اللي كانت في المنظمات الاهليه اللي مريم اللي ساعدت مريم ان مريم تسافر موجوده، ولكن مش مطلع على كل التفاصيل، وحتى الدكتور عندنا كمان مش مطلع على كامل كل التفاصيل لان هم ما بيدوش تفاصيل غير في النهايه. ايوه. فالسفاره كانت طول الوقت على تواصل معانا. طب احمد تسمح لي نتابع معاك الملف ده وتقول لنا يعني خلال الأسبوع لو في جديد كده تقول لنا إيه الأخبار بالنسبة لهذه القضية ومين اللي قتل مريم؟ بكل يعني تأكيد إن شاء الله تتأكد، يطلع بس تأكيد لاتهامك المباشر لجزء، مش اتهامك، أقصد تحليلك يعني لجزء. بكل تأكيد، بكل تأكيد. أشكرك يا أحمد، بقاء لله، بقاء لله. أشكرك شكرا جزيلا. خليني أطلع فاصل، بعد الفاصل هتشرف وجود دكتور وسيم السيسي، انتظرونا.
برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي اللي مشرفني ومنورني دكتور وسيم السيسي، وحشتنا هنا في صالة التحرير. اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور وسيم. مين اللي بيحكم العالم دلوقتي؟ بيوت المال اللي بتحكم العالم ما زالت؟ يرد عليكي بول فاندلي وهو احد المفكرين الكبار في الولايات المتحده الامريكيه، قال له كتاب اسمه من يجرؤ على الكلام. ايوه. بيقول فيه ايه في المقدمه بتاعته؟ اليهود في بلادنا يسيطرون على كل ما يسيطر على المعده والعقل والغرائز. ايوه. ولم يعد باقيا لدينا في بلادنا الا ان نغير اسم نيويورك الى جو، يعني يهود. ايوه. يورك. وابتدى بقى جايب احصائيات وارقام نيويورك لوحدها فيها 8 مليون منهم حوالي 6 مليون يهودي. 6 مليون من 8 من 8 في نيويورك، وهي العصب، هي القلب بتاع الولايات المتحده الامريكيه. ايوه. الهاي كورت اللي هي زاد الدستوريه عندنا هنا عدد افرادها 9 منهم 7 يهود. ونروح بعيد، مش هنروح بعيد، لا نروح بعيد 200 سنه فاتت. من 1706 ل 1790 اللي هو ايام بنيامين فرانكلين. قال سوف كان يريد ان يضع بند في الدستور، منع هجرة اليهود الى الولايات المتحدة الامريكية. الدستور الامريكي. في الدستور الامريكي. ما قدرش. كان عايز يمنع في الدستور، يريد ان يضع بند في الدستور يمنع هجرة اليهود الى الولايات المتحدة الامريكية. من اسرائيل ولا من اوروبا؟ لا، اسرائيل ما كانش لهاش وجود في الوقت ده. 1700. تمام. عفوا. شوف 1706 بالظبط. انما هذا الرجل اللي هو بنيامين فرانكلين قال سوف يلعنكم احفادكم. للامريكان. من الامريكان. أي. لانكم تركتم اليهود وسوف بعد 100 او 200 سنه يسيطرون على الولايات المتحده الامريكيه، سوف تعملون في الحقول وتعملون في المصانع وهم في المكاتب. أي. يجمعون المال ويسخرون منكم. حاجه رؤيه عجيبه جدا يعني 200 سنه قبل الكلام ده. أي. واللي تنبأ بيه حصل. ايوه. وقال سبب خراب امريكا هم اليهود. جاب التنبؤ ده منين؟ نعم. هل كان عنده، جاب النبوءه دي منين؟ هل كان عنده قراءه أوروبا دينيه؟ اوروبا كلها كانت بتعاني منهم. كان عنده قراءه دينيه للمشهد؟ لا، هو كان عنده قراءه لاعمالهم خصوصا بعد الشتات. انهم كانوا دائما يعملون في المال. ايوه. وانما البرودكشن نفسه او الانتاج نفسه ما فيش، يعني ما في، عمرهم ما يشتغلوا في مزارع وعمرهم ما يشتغلوا في مصانع. انما هم دائما يجمعون، ده حتى من ايام السيد المسيح. ايوه. يقول لك دخل احد المعابد وقلب موائد الصيارف. اللي هم بيشتغلوا زي بتوع سوق السوداء دلوقتي. ايوه. وقال لهم بيتي بيت صلاه يدعى وانتم جعلتموه مغارض لصوص. يعني ايه؟ يعني ده مفروض مكان للصلاه والعباده. ايوه. وانت عمال تبيع وتشتري. فطول عمرهم في بيشتغلوا في المال. ايوه. فانما انتاج ما فيش. وهم يعني حتى اللي بيبان منهم يتفوق منهم لانهم اخذوا من الحضارات اللي هم راحوا لها بعد الشتات. ايوه. يعني البعض يرى ان هم وهم 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 نتيجه احتكاكهم بالحضارات اللي هم كانوا مشتتين فيها. اللي كانوا فيها الشتات. أيوه. ده كله. ايوه. ف يعني يبقى هم اللي بيحكموا العالم، يبقى هم اللي بدليل حتى ان رئيس البنك المركزي من حوالي 20 سنه فاتت هيحط رجل على رجل كده ويقول الاسرائيلي وي سبيك اند جفرنمنتس ليسن، نحن نتحدث والحكومات تسمع. الاسرائيلي ولا الامريكي؟ امريكي. وي سبيك اند جفرنمنتس ليسن، نحن نتحدث والحكومات تسمع. وهو برضه له كلمة تانية يقول لك ماني سبيكس وذ لاود فويس، الفلوس تتحدث بصوت عالي. ايوه. يعني هي تفرض نفسها. نعم. صار. نعم. وهم معتمدين على هذا. معتمدين على ان هم ماسكين يعني الشعوب اللي هم فيها او البلاد اللي هم فيها بالمال. بالمال. موجود. مسيطرين على ايه بالمال يا دكتور وسيم؟ مسيطرين على أنهي دول بالمال؟ طبعا الإسرائيليين، إنجلترا نفسها، هم اللي مسيطرين على إنجلترا. طبعًا. بالمال. وأمريكا. وأمريكا. لا، ده إنجلترا لما حبت تشتري
حبة أسهم من قناة السويس استلفت من روتشايلد أو روتشيلد طبعا صاحب بيت المال اللي هم كانوا أربعة يعني ما تبقى أسرة بتسلف حكومة يعني لها علامة استفهام كبيرة أوي. أي فهم دي شغلتهم هو المال وبالتالي قادرين يسيطروا على بس طبعا أنا في تصوري إن ده إلى حين يعني أي إلى حين. طيب خليني في نفس المنطقة دي وتحليل حضرتك وشايف إزاي وهم بيقولوا نحن شعب الله المختار. يمكن هيجل برضو يرد على حضرتك في الحتة دي وهو فيلسوف ألماني عظيم جدا وإن كانوا ما يحبوهوش لأنه قال خدوا كل القيم الأخلاقية زي الوصايا العشر وغيرها بتاع من الحضارة المصرية القديمة وياريتهم خدوها كاملة إنما مثلا خدوا من الوصايا العشر مين يتصور إن ما فيهاش كلمة لا تكذب مع إن عصب الأخلاق كله قانون الأخلاق هو لا تكذب وعشان كده جيمس هام بريستد في كتابه فجر الضمير يقول قانون أخلاقي ليس فيه لا تكذب إنما هو قانون أخلاقي ناقص هو قانون الأخلاقي بتاعهم ما فيهوش لا تكذب وعشان كده بيكذبوا كذب باستمرار وحتى هو نفسه بريستد يقول كان يوما أسود في حياتي حين بدأت دراسة قانون الأخلاق في مصر القديمة وجدته أسمى بكثير من الوصايا العشر من الوصايا العشر لأن الوصايا العشر ما فيهاش لا تكذب فيبقى قانون أخلاقي نقص زي ما بريستد بيقول يعني عندهم الكذب مبرر أو مش مبرر ما قالوش مشروع مش موجود مش موجود مش أصلا. موجود لا تكذب فهم هيجل بقى بيقول انه ما خدوا القيم الاخلاقيه و الى اخره ووقعوا في مأزق ايه هو المأزق؟ ان هذه القيم يجب ان تكون انفراستراكشر او جايه من انفراستراكشر او بنيه تحتيه من الزراعه والصناعه لان من الزراعه تتولد الصناعه لان الزراعه وزفاش ومكيال ومحرات طبعا ومن الاثنين دول تتولد القيم الاخلاقيه يعني بدل بزرع انا محتاجك عشان انا وانت نزرع وانا وانت نحصد وانا وانت نصد خطر الفيضان وبتاع فيش سيطره فيها التعاون والشراكه السوبر ستراكشر وهي سيفيلايزيشن تاتي نتيجه الانفراستراكشر هم طلعوا بالسوبر ستراكشر بالقيم الحضاريه اللي خدوها من مصر القديمه ايوه وعاشوا فيها ايوه المأزق اللي بيقول عليه هيجل اللي وقعوا فيه من اين جئتم بهذه القيم؟ فهيجل نفسه يقول تو ووردز كلمتين ذيس ار جودز اوردرز او هذه هي اوامر الله فهم ربنا قال لي ما اسهل ان اقول ربنا قال ربنا قال لي انتوا شعب الله المختار انما وانا كتبت في هذا الموضوع كتير نعم بقى الله يترك شعب كان بيعمل عملية مياه بيضاء وعملية تربنة وزراعة أسنان وعرف البشرية كلها أن هناك حياة بعد هذه الحياة وأن هناك ثواب وعقاب وأن هناك أخلاق يجب أن إلى آخره الله يترك هذا كله ويروح لجماعة إنما هي according لفينكلشتاين سيبرمان في كتابه التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها بناء على علم الآثار يترك هذا كله ويروح يجعل هؤلاء شعب الله المختار شعب الله المختار هم قدماء المصريين مش دول دول فينكلشتاين سيلبرمان يقولوا حتى داوود وحتى سليمان انما كانوا رؤساء قبائل كانت موجوده في فلسطين في ذلك الوقت اي انما ما هياش بالعظمه اللي هم بيصوروا نفسهم بيها والى اخره نحن شعب الله المختار الدليل على هذا نحن المصريين قدماء المصريين المصريين احنا احفادهم احنا اللي عرفنا العالم ده لغايه عهد السيد المسيح وده يعني امبارح اهو واحد ميلادي يعني ما لهاش 2000 سنه اي كان اليهود يؤمنون بان الارواح تذهب الى ارض شيول اللي هي ارض الظلمات لا حساب ولا ثواب ولا عقاب ولا جنه ولا نار بينما في مصر منذ الأسرة الأولى 5619 قبل الميلاد يعني 7000 سنة فاتت كان كل مصري يعرف
أيوة. إن أعماله الصالحة في ميزان وريشة العدالة في الميزان الثاني، وأنه ممكن يدخل الجنة وممكن يدخل النار. أيوة. مصر علمت العالم أن هناك حياة بعد هذه الحياة، وأن هناك ثواب وعقاب. نعم. هم كانواش عارفين أي حاجة، ده أخيرا أيوة. بس ابتدوا يتكلموا في الحاجات ده هي. أيوة. فمين يبقى شعب الله المختار اللي عرف البشرية بربنا، وأن ما كانش عندهم فكرة خالص عن ربنا، وكل الأنبياء دبحوهم وقتلوا فيهم وعملوا فيهم. هم يقولوا عن نفسهم زي ما هم عاوزين، نحن شعب الله المختار. كان الدكتور فرج فضل الله يرحمه كان يقول كارل ماركس لو قال ربنا قال لي كانت شعوية فضلت لغاية النهاردة بس. أي فيقول على كيفه مختار ليه؟ رعاة غنم. ده لما جم هنا مصر من التوراة وكلامهم إن يوسف قال لإخواته تعالوا ابعدوا كلوا بعيد، قالوا له ليه؟ قال لهم المصريون ينظرون إلى رعاة الغنم على أنهم ركس للمصريين، نجاسة. لأن أنا بقرأ الحاجات ده هي بعقلية نقدية مفهوم. ليس من المعقول أن إبراهيم وزوجته صار يجي صار يكون عنده 70 سنة ورعية غنم وملك مصر يحتضنها وبتاع بكذبة برضو من إبراهيم. إبراهيم التوراتي يعني إن قال له أختي فربنا أنزل عليه لعنات، فالراجل بيسأل إيه الحكاية؟ قالت له أصل أنا مراته. طلع نبيل جدا، قال تعالى ما الذي صنعته بي؟ لماذا قلت ولماذا كذبت أنها أختك وهي امرأتك؟ خذ امرأتك واذهب. وأعطاه بغال وحمير والآخره وطلعه من مصر. يوم هو يقول لها لأني نلت خيرا بسببك في مصر. نعم. إحنا رايحين فلسطين لغاية دلوقتي، فلسطين مش بتاعته. أيوه. قولي لأبي مالك ملك جرار في فلسطين إنك أختي. لا سيبك من الحتة ده هي. نعم. إنما بس أطلع منها بإن أيوة. فلسطين مش يعني لغاية إبراهيم عليه السلام كان فلسطين موجودة وفيها ممالك وفيها ملوك وفيها وفيها وفيها. نعم. وأكبر دليل على كده كمان إن في العهد القديم الله يقول لإبراهيم يقول له إيه بقى؟ أعطيك أرض غربتك اللي هي فلسطين. أيوه. أعطيك أرض غربتك، يعني مش أرضك أنت. نعم. بس. نعم. طيب. دكتور وسيم، بعد فشل مشروع الإسلام السياسي في مصر. هل هناك مخطط بيتم تنفيذه أو يعني مدروس مسبقا ويتم تنفيذه الآن لمصر؟ وهل خطة التهجير ضمن هذا المشروع الجديد؟ بعد فشل الإسلام السياسي في مصر، هم وراء كل حرب عالمية خدوا مكاسب كبيرة اللي هي الصهيونية العالمية. أيوة. يعني مثلا نجد بعد الحرب العالمية الأولى كان مارك سايك سان جورج بيكو التقسيم. نعم. والشام دي تقسمت قطع 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 قطع، وأيضا من الحرب العالمية الأولى كان الوعد بتاع لورد بلفور لحيم وايزمان اللي هو كان رئيس الوكالة اليهودية في العالم كله، لأن هما إنجلترا طلبت من وايزمان 3 حاجات ونفذهم: سقوط ألمانيا، الخلافة العثمانية، روسيا القيصرية. وعمل هذا. أيوه. قالوا له هتعمل لنا كده هندي لك فلسطين. فكان الوعد في أبان الحرب العالمية الأولى، وبعد كده اتكتب كتابة واتنفذ في 17 لما لورد بلفور تحول من وزير خارجية إلى رئيس وزراء. نعم. أول مكسب ده خدوه بعد الحرب العالمية الثانية، المكسب الكبير اللي خدوه بقى التقسيم سنة 47 وإعلان دولة إسرائيل سنة 48. ابتدوا بقى يخططوا للي جاي. نجد مشيشارت وبن غوريون، منارة الكلام اللي كان بينهم مع بعض واللي كاتبه مشيشارت في المذكرات بتاعته. نعم. يقولوا نحن قطرة في محيط من الكراهية، ولا يمكن أن يكون لإسرائيل اليد العليا إلا بعد تدمير 3 دول حولنا. قال له إيه؟ قال له مصر وسوريا والعراق. قال له إزاي؟ قال له الفتن. نعم. الحروب الأهلية. أي. عشان كده لازم نفتح وناخد بالنا من الحتة دي. طبعا. قال له هنقدر؟ قال له نجاحنا لا يعتمد على ذكائنا بقدر ما يعتمد على غباء الآخرين. نعم. قال له ننجح في سوريا والعراق، لأن العراق بها شيعة وسنة، وسوريا بها شيعة وسنة وأكراد ودروز وعلويين أما في مصر فهم شعب واحد. شعب واحد كان يعتنق الأمونية ثم المسيحية ثم الإسلام. تمام.
والكل أجمع على هذا. نعم. صعب تفتيته. ولكن سنحاول معه. وقد كان. طبعا أصابعهم إيه بقى؟ شغال. الإخوان من ناحية، داعش من ناحية، طالبان من ناحية، مش عارف إيه كل الكلام إيه ده كله. إنما أخطرهم اللي وضع هذا الكلام كله حيز التنفيذ. برنارد لويس. برنارد لويس لو كتبنا على الموبايل بتاعنا ده برنارد لويس الشرق الأوسط الجديد. وسلطنا بس على مصر. مصر الآن قسمها إلى دولة مسيحية في الشمال، في شمال الدلتا عاصمتها الإسكندرية، دويلة سنية من جنوب الدلتا حتى أسيوط عاصمتها القاهرة، والنوبة شرق الدلتا مع سيناء دولة فلسطينية أو دويلة فلسطينية تحت الهيمنة الإسرائيلية وعلى شرط أن تكون منزوعة السلاح. من أسيوط حتى شمال السودان النوبة وعاصمتها أسوان، ومقسمين السودان كذلك لثلاثة، ومقسمين السعودية، ومقسمين العراق، ومقسمين سوريا، ومقسمين كل دي الشرق الأوسط الجديد اللي هم نجحوا في ليبيا ونجحوا في سوريا ونجحوا في العراق ونجحوا في اليمن. عشان كده كونداليزا رايس كانت تقول الجائزة الكبرى، جائزة كبرى مصر. مصر كسرت أحلامهم في 30/6. ناويين بقى كانوا، وخصوصا الاخوان بقى كانوا ماسكين وبتاعهم ممهدين الطريق ده كله. ففشل المخطط بتاعهم. وهم مش قادرين يبلعوه لغايه دلوقتي. ومش قادرين يقتنعوا انه مصر مقبره اي تفتيت. طبعا. مش قادرين يقتنعوا. وده كله بالمخزون الحضاري. لسه كنت هقول بقى. مخزون الحضاري بتاع مصر. خليني أطلع فاصل استأذن حضرتك، وبعد الفاصل نتكلم عن المخزون الحضاري المصري وإمتى المعدن الأصلي المصري الأصيل بيطلع ويبقى مارد على أي عدو المصري بيحس إنه هو مهدد أو ده بيهدده كوطن. بعد الفاصل نطلع فاصل. هل احنا حقا في اخطر مرحلة مرت بيها مصر على مدار تاريخ اللي فات؟ وهل احنا محتاجين، لو فعلا احنا في اخطر مرحلة، محتاجين المخزون الحضاري المصري يطلع في تلك الازمة؟ هل احنا في اخطر مرحلة؟ نعم. نعم تماما تماما. 3 أشهر اللي جايين دول هم يعني مرحلة مفصلية. قولي ليه؟ قولي ليه؟ وإيه المطلوب؟ إزاي نواجه الإشاعات اللي بتواجهنا؟ لأن من المخططات بتاعت الصهيونية العالمية هي الاستيلاء على فلسطين جزء جزء، وإخلاء غزة، وتهجيرهم إلى برنارد لويس في الخريطة بتاعته. تهجيرهم لمصر. تهجيرهم لمصر، لأن هو نفسه واخد شرق الدلتا مع سيناء دولة فلسطينية تحت الهيمنة الإسرائيلية. والكلام ده إمتى تقدم بيه؟ تقدم بيه لبرجنسكي سنة 1980، فضلوا 3 سنين يدرسوه في وقت جيمي كارتر. نعم. وافق بالإجماع على هذا المخطط. فده من زمان، بقى لها كام، شوفي بقى 20 ودي 20 سنة، بقى لها 40 سنة الكلام ده موجود في الخرايط. فده علمه من زمان. فواضح. تعتبر دي، وهم دلوقتي وخصوصا انهم مسنودين من العالم كله، بالعالم كله. فطبعا ده اخطر. انما بالنسبه لمصر معروف ان المخزون الحضاري بتاعها، وده يمكن اللي قاله ستامب من 90 سنه فاتت، قال المشكله في مصر ليس في غزوها بل في كيفيه الوصول اليها. نادرا ما تجد شعبا متماثلا في شكله الظاهري بل في طبعه واخلاقه ومزاجه مثل الشعب المصري. وقال حتى بالرغم الغزوات الكثيره التي مرت على مصر من قبل، الا انه كان تغييرا في الحكام ولم يكن تغييرا في جنسيه مصر. تمام. الهويه. ليه بقى؟ لان في وقت الشدائد شعب واحد، وشعب واحد يعني ما يغلبوش غلاب. محتاجين المخزون 73، محتاجين الآن المخزون الحضاري المصري يطلع. رغم
عشان انا بحب ابقى موضوعيه وده ساعات بيزعل مني ناس، رغم الضغوط الاقتصاديه اللي علينا ورغم الضغوط النفسيه اللي علينا، محتاجين مخزون حضاري يطلع. مخزون حضاري بيطلع في ظل الازمات. بيطلع حتى في ظل الازمات. والشعب المصري بيحس. ايوه حس بيه في 73، حس بيه في 30/6، حس بيه في الاول في ال 18 يوم الحلوين الاولين بتوع يناير بتاعت 11. نعم بتاعت يناير. ايوه كله كان حاجه واحده. فهو ده اللي بيحمي مصر، ان هو شعب واحد، جينات واحده. مارجريت كاندل جت وعملت الدراسه بتاعتها هنا من 94 ل 99. ايوه طلعت بقى ان 97.5% من جينات المصريين مسلمين مسيحيين واحده. نعم بس وإن 88.6% من جينات المصريين إنما هي جينات أسرة توت عنخ آمون. وأكد هذا الكلام الدكتور طارق طه اللي هو طبيب، ويعني نقدر نقول أحسن واحد يفهم في الجينات في مصر هو والمجموعة بتاعته يعني. دكتور وسيم تفضلي. الحرب النفسية زمان غير الحرب النفسية دلوقتي. الحرب النفسية في 73 في 67 و و و و و خد على مدار تاريخ مصر، غير الحرب النفسية دلوقتي في ظل السوشيال ميديا، وحضرتك طبعا عارف ده كويس. طبعا إيدي كوهين لما يعمل لك تويتر ويقول لك هيا مصريين هتوافقوا الفلسطينيين يقعدوا في سيناء ولا الدولار يبقى 100 جنيه، ده حرب نفسية، صح ولا غلط؟ الحرب النفسية دي نواجه هذه الإشاعات إزاي، وإزاي نبقى قادرين رغم الظروف الاقتصادية والضغوط إن احنا نواجه هذه الإشاعات؟ بدأنا نقارن ماذا لو يلا ماذا لو دخلوا وأصبحت سيناء تبعهم خلاص، يبقى أولا القضية الفلسطينية انتهت خلاص، ما عندهمش هيرجعوا قبل كده، وبعد كده اتبهدلوا دول، وبعد كده اصبح مصدر خطر على مصر نفسها. أيه. الفلسطينيين مش هيسكتوا والتانيين مش هيسكتوا ومصر مش هتسكت، فيبقى اشتعلت المساله. فيكفي المصري رغم الغلاء الفظيع اللي احنا فيه ده هو، ايوه، وان كانت الدوله قايمه بدور كبير قوي من ناحيه التعويضات ومن ناحيه زياده المرتبات ومن ناحيه زياده المعاشات، لكن الدنيا غلط، انما حط قصادها امنك الداخلي. ده مهم جدا. ده يعني تعيش على لقمه وتتعشى على لقمه قد كده، ولا انك انت تبقى مهدد وتبص تلاقي بلطجيه يطلعوا لك بيتك ينهبوه او يعملوا أو. فنحن نتمتع بالامن الداخلي والخارجي. ايوه ودي لا تقدر بثمن. احنا اللي محتاجينه ايوه العقليه النقديه. بمعنى؟ بمعنى ان مش كل حاجه يعني ارددها زي البغبغانات. انما اشاعات للتفكير. الاشاعات ما ياما بتطلع كلام فارغ كتير. ايوه انما انا افكر فيه. ايوه مجرد ما افكر فيه بس شويه غير ان انا اردده. هتبص تلاقي يتهاوى ويسقط. وعشان كده هون برضو دوركم كبير قوي، والحكومه برضو دورها كبير قوي، انها وهي قايمه بيه ان الاشاعات ده هي ازاي انها تهدمها اول باول. إشاعات أسقطت دول؟ أسقطت دول طبعاً. الإشاعات أسقطت الدول بدون التفكير. طبعاً العقلية النقدية. صعب قوي إنك أنت تقدري تقنعي يعني أي واحد يتمتع بعقلية نقدية على طول، هيكشف الموضوع من أوله لآخره. إنما واحد تاني زي اللي قال عليه أمير الشعراء، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. عقله في ودانه. ايوه يسمع اي كلمه يصدقها لان عقله هنا مش عقله هنا. بس في ظل فوضى لا قدر الله ما بيبقاش في فرصه لحد بيفكر. بمعنى يؤدي للفوضى. احدى القنوات الفضائيه في مش هذكر اسمها يعني فتره من الفترات اعلنت عن سقوط مطار بغداد وما كانش تم اسقاطه. ومن هنا كانت بدايه سقوط العراق. اقصد انه الاشاعات بتؤدي لفوضى. طبعا طبعا صح طبعا. هل الاشاعات اسقطت الدول او في نماذج؟ بس حضرتك قلت ايه؟ بغداد. يعني كان فين الجيش العراقي في الوقت ده لما قالوا اتبعتر وراح وجي وبتاع؟ انما هنا مهم قوي بقى ان احنا نتصدى ليها وبسرعه.
يعني ما يقولوا مثلا راس الحكمه اشتروه أيوه. على طول، وكويس ان هم طلعوا وقالوا ولا اشتروه ولا اي حاجه. ايوه انما كل ما هنالك انها استثمار. ايوه واي دوله تتمنى الاستثمار على اراضيها. وقسي على هذا الكثير. تمام. اه تمام. شايف رؤيتك للي بيحصل ازاي ما بين العدو الصهيوني وما بين حماس؟ شايفه ازاي؟ وشايفه هيخلص على ايه؟ ولا مش هيخلص اصلا؟ حماس هي جزء من المقاومه الفلسطينيه. ايوه. ذراع من الاذرع بتاعت المقاومه الفلسطينيه. البعض بيعتب عليهم او بيلومهم. وانتوا قبل ما تعملوا حركه زي دي بحبه صواريخ جايبينها من تحت بير السلم، انا سمعت الكلام ده يعني. ايوه. ما انتوش عارفين القوه العسكريه الجباره بتاعت اسرائيل و و وبيلوموه. تمام. انا شخصيا شايف لا. دي البدايه لتحرير فلسطين. ما يحدث الان هو البداية. بداية لتحرير فلسطين. أنا شايفها كده. ورغم عدد الـ 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 الضحايا اللي راحوا والمفقودين والمصابين. 30,000 هيبقوا 50,000. طب ما أنت عندك بلد المليون شهيد أهي لو اتحررت. بس أنت ضامن لو وصلت ل 50,000 إنه إيه وهي إسرائيل هتسيب الأراضي الفلسطينية والأراضي المحتلة بسهولة كده؟ وهم هيسيبوها المقاومة؟ ده انت لما بتقضي او بتفكر انك هتقضي على حماس انت خلقت 50,000 حماس. ايوه. هو اي واحد ابوه راح ولا امه ولا بنته ولا ابنه ولا اي حاجة هينتقم؟ لا. دي طريقة غبية، انت بتخلق اعداء لك ل 100 سنة قدام. مش دي الطريقة اللي انت تقدر التدمير والابادة و و و الى اخره. مهما عملت. هل الشعوب لا تموت. الشعوب لا تموت طبعا طبعا طبعا. بس معنى اللي حضرتك بتقوله يا دكتور وسام انه دي بدايه، قلت دي بدايه تحرير إيه؟ تحرير الاراضي الفلسطينيه. لن يحرر فلسطين الا الفلسطينيين. واسرائيل هيبقى وضعها ايه؟ هي مسارها انها تمشي مسارها. هي اصل اسرائيل دي تمشي تروح كيان فين؟ انا يعني بصفها بكلمتين. قاعده عسكريه للدول الاستعماريه، وهو ده اللي حصل في المؤتمر بتاع 1905 بتاع سير هنري كامبل بانرمان رئيس وزراء انجلترا. قال احنا وي ار ان ذا بيك، وصلنا القمه، وانا هعمل مؤتمر وهجيب فيه مين؟ علماء التاريخ المتخصصين في انهيار الامبراطوريات يقولوا لنا ازاي نؤخر انهيار الامبراطوريه البريطانيه بتاعتنا دي التي لا تغرب عنها الشمس. مش دي رؤيه بتتناقض مع الجميع مجتمع على أن تكون طبقا للمخطط إسرائيل هي إسرائيل الكبرى وهي تكون المسيطرة والمهيمنة؟ هو المؤتمر طلع بإسرائيل الكبرى، هو المؤتمر ده. لا أنا بتكلم على الوضع الحالي، حضرتك بتقول لي ده بداية، ده بداية نهاية الاحتلال. مش كده؟ طيب تمام. طيب إسرائيل هتبقى فين بقى دلوقتي؟ فيتنام اللي طردت أمريكا، أمريكا كانت فين؟ ما انتهت وراحت. بلاش كده وكده. العرب مش احتلوا الاندلس اللي هي اسبانيا 800 سنه. الشعوب لا تموت. بعد 800 سنه خرجوا. وفضلت اسبانيا هي اسبانيا. يبقى ده بيتنافى مع فكره ان تكون اسرائيل هي صاحبه الشرق الاوسط. طبعا. لن ولن يسمح لها. وهو زي ما قال موشي شاورتن قطره في محيط من الكراهيه. حتى ان كان بعض الحكام متعاونين او متحالفين الا ان الشعوب نفسها. ده في شعوب عربيه دلوقتي عامله تطبيع بلا سقف. هي مش شعوب، هي مع حكام. اسرائيل لا يعني الناس على دين ملوكهم. انما اون ذا لونج ران الدنيا بتختلف. ده حتى ميزان القوى في ظرف سنه 2 10 20 ممكن يختلف. ممكن ميزان القوى يختلف الى الصين وروسيا بدلا من امريكا وانجلترا. وفي الحالة ده هي تبقى إسرائيل في الهواء. فإحنا ما نعرفش يعني المستقبل بيخبلنا إيه. إنما اللي نعرفه الآتي، بس لما نقرأ التاريخ بنقدر نبقى فاهمين شوية. ما في شعب قدر يقاوم المحتل حتى بالغوريلا وورز زي ما بيسموها اللي حروب الغوريلا اللي هي حرب العصابات إلا وانتصر وقدر يطرد. وقدامنا لسه قريبة فيتنام بالأنفاق خلصوا على أمريكا وطردوها. برضو كذلك هنا الأنفاق اللي موجود لغاية النهاردة مش عارفين
يطلعوا الأسرى بتاعهم إلا بالاتفاقات والمفاوضات. أيوة. إنما on the long run أو على المدى البعيد اللي جاي أو القريب هي دي الشرارة وهي دي البداية. يعني حضرتك طبقاً للي أنا فهمته منك دكتور وسيم إنه فكرة المفاوضات مش هتنجح. ممكن تنجح مؤقتاً إنما مش هتحل جذور المشكلة. إنما جذور المشكلة لازم لا تحل إلا بالمقاومة. والمقاومة يعني إحنا قدرنا ناخد حقنا بإيه؟ مش بالمفاوضات. لا في حاجات خدناها بالمفاوضات ريف وعدينا تمام دي الحرب لكن في جزء خدناه قوة لازم قوة في الأول طبعا تقصد هنا فكرة أن تتفاوض وأنت قوي غير ما تتفاوض وأنت ضعيف طبعا وأنت ضعيف. اسمح لينا من وقت للتاني تنورنا كده بنستمتع بيك دكتور وسيم شكرا فندم تشرفت بحضرتك شكرا حضراتكم أشوفكم بكرة على خير مع تحياتي عز مصطفى وإلى اللقاء.